السلام عليكم، تحياتي يا شباب. اليوم راح نكون إن شاء الله بالمحاضرة 5 من مادتنا دخل علم الاجتماع. راح أبدأ بمشاركة الشاشة. تمام، أعتقد أنه كنا وصلنا عن تاريخ علم الاجتماع. تمام، راح نحاول هون شوي أنه نحكي عن الطابع اللي كان ياخذ منحة علم الاجتماع أو العمل الميدان الاجتماعي قبل ما يكون سوسيولوجي، بمعنى أنه قبل ما ياخذ اسم السوسيولوجي، أنه قبل ما ياخذ كلمة علم اجتماع، لأني أكيد ارتبط، أو خلينا نقول أكيد كان في محاولات لدراسات اجتماعية سبقت وجود علم الاجتماع، وخلينا نقول أنه يعني ممكن تكون مختلفة عبر الزمان والمكان وعبر الحضارات المتتالية اللي عدت على البشرية. لذلك بدنا نحاول نشوفه بكل مرحلة شو كان شكله وكيف تجلى، وما هي الدراسات اللي تطرقت أو اللي خلينا نقول دخلت منحة الدراسات الاجتماعية. في بالنسبة عنا أول شيء مرحلة الحضارات الإنسانية القديمة. قبل ما نحكي بالحضارات أو قبل ما نحكي بالمراحل، لابد نفهم إيش معنات الحضارة. مفهوم الحضارة بالمعنى الذي يفيد ويساعد في فهم ماهية الفكر الاجتماعي، وبناء على هذا الأساس يمكن نقول الحضارة هي لحظة تجمع بشري يشكل اتفاقا ما أو تنظيما ما في الحياة في رقعة جغرافية معينة، بما يفيد أو يشير إلى توقف حركة الترحال اللامستقر على الأرض، والذي يعبر عن جوهر الإنسان الطبيعي الذي يعيش ليبقى وفقا للسلم البيولوجي الأول. إيش معنات الحكي؟ قبل ما نحكي بالمراحل اللي مر فيها علم الاجتماع أو الفكر الاجتماعي، خلينا نقول أو الأبحاث الاجتماعية، خلينا نحكي إيش معنات الحضارة. الحضارة دائما يا جماعة هي عبارة عن اللحظة التي تجمع فيها، أو خلينا نقول الزمان والمكان اللي تجمع فيه مجموعة من البشر بشكل من التنظيم، بشكل من الاتفاق في مكان جغرافي معين، بمعنى أنه هنا ما في حركات ترحال، ما في انتقال من مكان لمكان، استقر الناس بمكان معين في بقعة معينة، وامتدت خلينا نقول لفترة تاريخية ابتداء من وانتهاء ب، أي اسمها الحضارة. مثل لما بقول مثلا حضارة بلاد ما بين النهرين، معروفة إنه هي موجودة في العراق في عصر ما قبل التاريخ من السنة كذا إلى السنة كذا. فإذا بدنا نحكي عن كلمة حضارة، ففورا بدي أتبعها بلحظة تاريخية معينة، بلحظة في بهي اللحظة التاريخية ارتبطت بزمان بشعب معين، هالشعب هذا اتجمع فيه البشر بشكل من أشكال التنظيم والاتفاق، بدأت في زمان معين وارتبطت بمكان معين اللي هي الرقعة الجغرافية معينة. ولذلك يعني لحتى نحكي، أو خلينا نقول إذا نتبع وصول المنهج التاريخي، لازم نحدد المفهوم بالمرادف المادي، اللي هو أن الحضارة من حيث البنية المادية ارتبطت دائما في المدينة. مش يعني بالمدينة، يعني تجمع بشري على أرض في شيء من الوحدة، في شيء من نسق حياة معينة بتخلي هذا المجتمع باقي ويقوم بإنهاء شيء اسمه الترحال وشيء من عدم الاستقرار. لذلك لعل من أجمل وأدق تعريفها الإطار هو ما كتبه ابن خلدون في المقدمة الشهيرة اللي تناولت جوهر العمليات الحضارية أو جوهر الحضارة أو جوهر خلينا نقول أو محض العمليات الجوهرية للحضارة، في حيث أنها سؤال عنها نتاج لفعل بشري معين. فالحضارة شو هو؟ نتاج لفعل بشري معين استغرقت مسافات زمنية قاهرة، مثلت تعبيرا تاريخيا حول قيمة الصراع البشري من أجل البقاء، كسب رهان الاستمرار والاستقرار، وضمان الحد الأقصى للأمن والبقاء. إيش معنى الحكي؟ جوهر الحضارة حسب ابن خلدون هي نتاج لفعل بشري معين استغرق فترة زمنية كبيرة. الفترة الزمنية هيدي قدرت إنه تمحي كل أشكال الصراع البشري وتدور حول قيمة البقاء وكسب شيء من الاستمرار والاستقرار وضمان حد معين من الأمن والبقاء. لذلك هذا الشيء يا جماعة حسب ما نستشفه من خلال المقولة الخلدونية القائلة بأن المدن هي قرار تتخذه الأمم عند حصول الغاية المطلوبة من الترف ودواعيه، بمعنى لما أنا بدي أقرر أني أجتمع مع الآخرين في مدينة، فهي
يعني خلينا نقول هي أقصى ما يتمناه الإنسان من شكل الترف، يعني شكل الرفاهية. والمعنى عند هذه الحال أن المجتمع هو كيان حضاري، كيان حضاري. المجتمع، شوفوا عن هالكلام قديش دقيق، المجتمع هو كيان حضاري، يعني لما بترك الخلافات وبترك الصراعات وبترك الترحال وبترك التنقل من مكان إلى مكان والسعي وراء الأرض والماء والعشب وإلى آخره، حاول استقر بمدينة هذا اسمه من شكل من أشكال الترف اللي وصله الإنسان وحط ورا ظهره كل أشكال الصراع، وأراد أن يستقر في مكان معين، أراد أن يبني مع الآخرين علاقة ودية خالية من الصراع. هون شعب يقول ابن خلدون يعبر بشكل حي عن قدرة الاجتماع على التماثل والتناغم مع الواقع. بمعنى أنا تركت ورا ظهري الخلافات وبدي أحاول إني أتناغم مع الواقع، لذلك يعبر عنها ابن خلدون بقوله هي ترجمة لحركة وعي تاريخي معين حسب أطوار تفكير الإنسان بالنسبة للأزمنة على مستوى الأفراد والجماعات، مع تحول وظيفي رمزي. بمعنى إنه تحولت الأشكال الوظيفية، تحولت الأشكال الوظيفية من السعي وراء شيء معين، من الصراع على شيء معين، خلينا إنه إلى حد ما صار في مرجعية أهم اللي هي الاستقرار. هذا الاستقرار دفع الإنسان للاجتماع مع الآخرين في مدينة معينة. هلأ هالاجتماع هذا هو بسميه ابن خلدون قمة الوعي الحضاري، أو قمة الوعي اللي دفعته إلى تشكيل حضارة. يعني صار في عندي كيان حضاري، صار في عندي كيان له أهداف بعيدة عن الصراع والتنافس، ويمكن من خلاله، أو خلينا نقول صار في عندي شيء من القداسة والمعتقد. لذلك بنحاول إنه نحكي شوي عن، بإيجاز طبعا، عن المسارات الحضارية. إيش يعني المسارات الحضارية؟ يعني كيف ظهرت أو كيف بدأت الأشكال الحضارية بالظهور، وكيف تبلور التفكير الاجتماعي عند هذه الحضارات. أوكي يا طاهر، ما في مشكلة، انصر عيني. ماهية التفكير الاجتماعي عند الفراعنة كانت بدافع من التصورات الكهنوتية، يعني الكهنوت والآلهة اللي كانت مسيطرة، وخلينا نقول رجال الدين، عفوا رجال الدين اللي كانوا مسيطرين، اللي هن الكهنة، المجتمع الكهني اللي شكلت الإطار العقيدي الذي مثل أساس دافعية الاجتماع عندهم. لذلك الزمان لهذا لذلك الزمان نحو تجسيد إنجازات الحضارة الفرعونية. بمعنى أنه إلى الفكر الاجتماعي عند الفراعنة كان هو عبارة عن تصورات الكهنة، واللي هي كانت أساس العقيدة اللي دفعت للاجتماع مع الآخر، وهي كانت أكثر شيء يعني خلينا نقول أنه تجسدت في الحضارة الفرعونية، ومنها تمثلت تنظيمها البشرية التي انقسمت وفق التصورات الدينية الماثلة في بنية الغطاء الاجتماعي. كما تجدر الإشارة إلى أن نهر النيل مثل متغيرا وسطيا مهما في تحقيق ما تم تحقيقه على مستوى الحضارة الفرعونية. بمعنى أنه محور الحضارة الفرعونية كان النيل، يعني أنه ازدهرت الحضارة الفرعونية على نهر النيل، وهذا النهر خلينا نقول هو كان أساس الاجتماع أو أساس اجتماع البشر مع بعضهم البعض، واتخاذا لشكل من أشكال الحضارة. بالعودة إلى تشريح معاني التفكير الاجتماعي الفرعوني، يمكن القول أن أهم مظاهر التفكير الاجتماعي لهالحضارة كان هو المستوى السياسي للتنظيم الطبقي. بمعنى أنه أكثر شكل من أشكال تجلي الفكر الاجتماعي عندهم كان هو التنظيم السياسي الطبقي، الذي أسس كسابقة في تاريخ البشر الفكر البشري مفهوما جديدا يقترب لحد كبير مع مفهوم البناء الاجتماعي. يعني أنه فينا نقول أنه هو كان أسبق ظاهرة أو أسبق شكل من أشكال التنظيم الطبقي، خلينا نقول توزيع الناس على طبقات، وهو اللي كان تقريبا إلى حد ما منجز تماما، منجز تماما خدته منه كل الحضارة الغربية المعاصرة. بمعنى أنه سبق الغرب في هذا التقسيم الطبقي الفراعنة، فهن إجوا إلى حد ما خلينا نقول أنه شكلوا شكل من أشكال البناء الاجتماعي اللي
فيما بعد أخذته الحضارة الغربية، خاصة في تركيز الدراسة على مستوى التقسيم الطبقي وتوزيع الدور، يعني تقسيم الطبقات وتوزيع الأدوار حسب الوظائف والمهام كان كتير مهم في الحياة السياسية، أو خلينا نقول في الحياة الاجتماعية كاملة في الفراعنة، بحيث يرتكز البناء على محورية القيادة السياسية. يعني محور البناء الاجتماعي كان القيادة السياسية اللي بتتحكم وبتقرر كل المجتمع، أو بتقرر مصير المجتمع كله، ليس فقط باعتبارها بشر يحكم، بل عن طريق العلو القيمي والاعتقاد، إلى حد اعتبارها كآلهة. ونحن بنعرف أن الفراعنة إلى حد ما كانوا يعتبروا الفرعون إله، حتى في عنا دليل في القرآن لما فرعون قال أنا ربكم الأعلى، يعني هن ما البشر، هن الأقرب إلى صفة الآلهة. فلذلك من عندهم، إذا سمحتوا الميوت، الله يرضى عليكم، إذا سمحتوا الميوت. الميوت مشكلة يا جماعة، معلش تسكروا الميوت. فمحور البناء الطبقي عندهم كان هو عبارة عن القيادة السياسية اللي بتقرر مسارات المجتمع كلياته، ليس فقط باعتبارها بشر بتحكم، ولكن عن طريق العلو القيمي، يعني اعتقاده، يعني قيمته هوني أبعد من أنه تكون بشر، هي أقرب للآلهة. الآلهة هي بتخلص الناس من الشرور وتفيد أو تمنح الإنسان جزءا من الخلود الأبدي. هل الازدواجية في قيادة الآلهة عن طريق الجمع بين القضايا الدنيوية والأبدية المرتبطة بعوالم الخلود والخلاص هي وكتكملة وظيفية في الأرض، تظهر طبقة ثانية بعد هيدي الطبقة. في عنا طبقة ثانية اللي تتمثل بالكهنة، هذول كانت مهامهم هي عبارة عن تمظهر للقداسة، يعني هي مظهر للقداسة والاتصال بالمثل الدينية. وهي طبقة لصيقة جدا بالآلهة من جهة، ومرتبطة من حيث الاتصال بالطبقات الدنيا، بمعنى أنه هي كانت صلة الوصل ما بين الشعب اللي هي الطبقة الدنيا وما بين الآلهة اللي هي الطبقة العالية. طبعا الآلهة عندهم أنتم بتعرفوا أنه كانوا يصنعوا صناعة، بمعنى أنه آلهتهم هي عبارة عن الفراعنة، وكانوا يعملوا لها تماثيل ويقدسوها. فكانت الطبقة أو طبقة الكهنة هي الأفريج، بمعنى أنه هي صلة الوصل أو المتوسط الذي يقف ما بين الآلهة اللي هن الفراعنة أو القيادة السياسية وما بين الشعب، بما يضمن تواصل دائم ومستمر بين الآلهة والبشر المتوزعين كخدم. فهيك صار في عندي 3 طبقات، إذا بتنتبهوا. طبقة الآلهة اللي هن القيادة السياسية أو أقرب للآلهة، طبقة الكهنة اللي بتوقف بالنص ما بين الطبقة الدنيا والآلهة، والطبقة الثالثة هي كل البشر الآخرين اللي هن خدم، وهو ما يعزز مكانة الفرعون كروح آلهة، بيعتقدوا أنها سامية ومستمر رضاها وخيرها في حماية البشر. والطبقة الثالثة اللي هي قيادة أركان الدفاع كجيش، هون صار في عنا تقريبا طبقة رابعة، أو خلينا نقول ما اعتبروا الخدم طبقة، ممكن يكون ما اعتبرهم كطبقة. قيادة أركان الدفاع كجيش مسؤول عن حماية قرار الفرعون الآلهة على الأرض، حماية القيادة والمعابد والأمن العام، وهي مهمة أو مهمة يحدد الفرعون باعتبار أنها من أدق تفاصيل البنية الأساسية للدولة بالمدلولات الزمنية لتلك الفترة وحمايتها من الأخطار المحيطة. بمعنى أنه في مهمة مقدسة جدا لأركان الدفاع اللي هي الجيش، لأن مهمتها حماية الفرعون الآلهة وحماية القيادة والمعابد والأمن العام، وهيدي باعتبار، أو خلينا نقول بيعتبر فرعون هيدي المهمة أدق تفاصيل البنية الأساسية للدولة، بسبب أنها كنا عند توزيع الطبقات في حضارة الفراعنة، وقلنا أنه كان في عندنا أول شيء طبقة الآلهة اللي هي الفراعنة أو القيادة السياسية، في عنا طبقة الكهنة اللي بتوقف ما بين الطبقة الأولى والثانية، في عنا اللي هن أو عفوا ما بين الكهنة أو ما بين الآلهة اللي هن القيادة السياسية أو الفراعنة وما بين الخدم، والطبقة الثالثة في عندي أركان الجيش أو قيادة أركان الجيش اللي كان مهمتها أنه تحمي قرار الفرعون الآلهة على الأرض وحماية أيضا المعابد والأمن العام. وهي المهمة على حد تعبير فرعون أدق تفاصيل، أو هي من أدق تفاصيل البنية الأساسية للدولة
سبب أنه هي تقوم بحمايتها من الأخطار المحيطة، وآخر طبقة هي العمال والحرفيين اللي هن العبيد اللي بينظر لهم كأدوات عمل بين كل الطبقات. اللي فينا نستنتجه سياسيا من التفكير الاجتماعي عند الفراعنة، اللي هو عبارة عن في شيء من السلامة التنظيمية. إيش معنى السلامة التنظيمية؟ يعني إنه في مجال للعلاقات ما بين الطبقات، هيدي العلاقة القوية مستمدة من القوة التنظيمية البيروقراطية، بمعنى أنه في شيء من الروتين، في شيء من الروتين حكم العلاقات ما بين الطبقات، بما أنه في تنظيم قوي ما بين الطبقات، أو في عنا توزيع، خلينا نقول عشان نكون واضحين أكثر، في توزيع للطبقات، هالطبقات هيدي يبنى عليها توزيع للمهام، وهذا الشيء اللي خلى إنه خلينا نقول توزيع عندهم في شيء من القوة وفي شيء من التنظيم. ومين اللي استلم فكرة إنه يعزز هذه العلاقة؟ الطبقة الدينية، الطبقة الدينية أو الكهنة. الكهنة هن اللي عززوا استمرار وجود الفرعون الآلهة، وهن اللي عززوا الخنوع اللي كان موجود عند العبيد للطبقات الأخرى اللي هن القيادة أو قيادة الجيش والقيادة السياسية المتمثلة في الآلهة اللي هن الفراعنة. خلينا نقول السلطة الدينية تتغذى باستمرار برفع معنويات القداسة لدى الإطار العام، يعني أنتوا عبيد، أنتوا مقدس عملكم أنكم عبيد، بمعنى تكريس العبودية، إعطاء صفة القداسة لكل من الآلهة الفراعنة وللجيش، وإعطاء خلينا نقول أو تكريس خنوع الآخرين، والعمل على استمرار ولائهم، استمرار طاعتهم للطبقات الأخرى. في عنا أيضا التفكير الاجتماعي عند الصين القديمة. التفكير الاجتماعي عند الصينيين بالمقام الأول كان مرتبط بكونفوشيوس، اللي فينا نعتبره أنه هو هلأ كونفوشيوس مفكر كبير، أحد الفلاسفة وأحد أهم أعلام الحضارة الصينية القديمة، اللي كان يعتبر مصدر تاريخي للإلهام والتعالي الفكري عند الصين القديمة، ويشكل أيضا فكر سياسي واجتماعي نوعي أسس لميلاد لحظة مجتمعية تم العمل عليها. كثير من المؤرخين والنقاد اعتبروا أنه هو المؤسس الفعلي للمدرسة الاجتماعية التي شكلت كل قوام الحضارات الشرقية القديمة، واللي كان لها فضل كبير في تطوير ودفع الفكر البشري ككل. الدراسات الفلسفية اللي كان موضوعها أخلاق وسياسة ومجتمع، بمعنى أنه ما اختص التعلم فقط في الصين القديمة، وإنما يعتبر هو أحد مؤسسي المدارس الاجتماعية في كل الحضارات القديمة، وهو اللي عزز ودفع الفكر البشري ليتطور ويشكل دراسات فلسفية كاملة موضوعة أخلاق وسياسة ومجتمع. مشان نفهم إسهامات كونفوشيوس، تشير الشواهد لأنه ظهر في مرحلة الفوضى وانقلاب الأدوار وانتشار الإجرام، بمعنى أنه وجوده كان في لحظة فوضى وانتشار للإجرام وحالة ركود وضعف المجتمع، الأمر الذي جعل الصين في هداك الوقت تعيش حياة الغاب. لذلك بيعتقد أنه ما في مناص من التوجه إلى تنظيم المجتمع. إذا حالة الفوضى وحالة الركود الاجتماعي اللي كانت موجودة أشار فيها أنه لابد في هذا الوقت، حتى نخلص من هذه الفوضى الاجتماعية والركود الاجتماعي، لابد من تنظيم المجتمع بشكل طبقي ورسم وتحديد العلاقات بين هاي الطبقات، بحيث إنه ما يكون في تضارب أو تناقض في النظام. فسند قانون الملكية وحماية الدولة هو الحل والمخرج الأوحد من حياة الغاب اللي كانت شائعة. لذلك الملكية أو وضع قانون الملكية وحماية الدولة هو المخرج من حياة الفوضى. لذلك مجد كونفوشيوس الإقطاع والحياة الإقطاعية، واعتبره أساس تنظيم المجتمع وسر بقائه، بحيث يضمن وظيفة اشتغال طبقات كل وحدة بموقعه. المزارع مكانه في الحقل، الفران مكانه بالفرن، القائد الجيش مكانه في الجيش، الملك أو الحاش أو خلينا نقول الطبقة الحاكمة شغلة الحكم. فهون شو ساوى؟ حاول إنه يرتب ليكو رتب بنية تنظيم الدولة وفقا لتدرج هرمي، ووضع شروط لكل طبقة. قمة الطبقة أو قمة الهرم
هو الإمبراطور أو الحاكم في له صفات وخواص وكاريزما معينة بتأهله لأنه يقود الصين. بعده في طبقة النبلاء اللي هن المالكين وأصحاب النفوذ الاقتصادي اللي مهمته الإنتاج وإنتاج ما يمكن أن يساعد على استمرار الحياة وبقاء المجتمع. ومنه تظهر بناء على هذا الترتيب هذا الطبقة الكادحة اللي هي كانت أدوات مملوكة تابعة للعمل. ومن البديهي أن ترتكز تصورات كونفوشيوس. حكينا أن كونفوشيوس إجا بوقت خلينا نقول ممكن يكون مو فقط ألهم الحياة أو الفكر الاجتماعي في الصين، وإنما يعتبر أنه ألهم الحياة الاجتماعية والفكر الاجتماعي في كل الحضارات السابقة الشرقية القديمة. فوضع ترتيب هرمي للطبقات الاجتماعية، وبدأت هالهرم بدأ في بالحاكم، وقال أن الحاكم لابد أن يكون لديه كاريزما معينة وصفات معينة، الحاكم أو الإمبراطور. وبعدين في عنا طبقة النبلاء اللي هن المالكين وأصحاب النفوذ الاقتصادي اللي هدفهم ومهمتهم أنه يبقوا أو أنه ينتجوا أسباب البقاء في الحياة الاجتماعية. وبعدين عنا الطبقة الكادحة اللي هي كانت أدوات مملوكة تابعة للعمل. ومن البديهي أنه كل تصورات كونفوشيوس كانت قائمة على الدين، بمعنى أن الدين هو الذي حكم هذا التصور الاجتماعي وتشكيله أصلاً. تشكيل الحياة الاجتماعية كلها كانت قائمة على التصور الديني التي تمثل المعتقد الخام في تشكيل نظام اجتماعي ناجح. وأكون خلاصة للفكر الاجتماعي عند الصين وكونفوشيوس تحديدا، يمكن نقول أنها ظهرت كحل تنظيمي ذو تركيز عالي أنهى الفوضى، بمعنى أنه إجت كحل. حل هذا الحل شلون؟ هذا الحل كان هدفه تنظيم المجتمع لإنهاء الفوضى اللي كانت موجودة واللي كانت غالبة على الصين. في عنا بعدين الفكر الاجتماعي عند الإغريق. مثلت المرحلة اليونانية حجر الزاوية بالنسبة للدراسات الاجتماعية والسياسية قاطبة صح. أساس كل عمل اجتماعي وسياسي متقدم حاليا كان هو عبارة عن الحضارة اليونانية، هيدي ما فينا نغفلها. بس كمان ما فينا نغفل أنه العرب كان لهم إنجازات رهيبة جدا، ولكن غربيا كانت المرحلة اليونانية هي حجر الأساس بكل الدراسات الاجتماعية والسياسية، ليس من حيث اعتبارها الأولى، وإنما هذا الأمر يعني ممكن نقول أنه متعذر باعتبار أن الشواهد الحفرية تثبت حتى اللحظة هاي تراكمية بالفكر البشري ووجود حضارات ومسارات تفكير ما فكرنا فيها بعد، مثل ما قال مارتن هايدغر. غير أن الاتفاق الحاصل أنه الأسبقية لهم هو تميز النص الإغريقي كبنية تحليل وتصور منسجمة في وحدة منتظمة بشكل جديد، بمعنى التنظيم اللي كان موجود عند الإغريق والانسجام اللي كان موجود في وحدة منتظمة بشكل عام هي اللي كانت خلينا نقول حجر الأساس في هذا الأمر، لأن مركزة في أن في الأنا نفسه في الإنسان نفسه على توسيع دائرة الاهتمامات من الأدوات المعرفية وفحص النظر في قواعد التفكير البشري ومراجعه. لذلك يا جماعة فينا نقول إنه الاهتمامات وتوسع الاهتمامات والأدوات المعرفية اللي كانت موجودة في عند اليونان خلينا نقول هي اللي كانت اللي عم تدفع الغرب لا يعتقد أنه اليونان هن الأسبق في التنظيم الاجتماعي أو التفكير الاجتماعي. ليش؟ لأن كان في عندهم اهتمامات متوسعة بكثير من الميادين ومن المجتمع البشري. خلينا نشوفهم بالترتيب. سقراط تعتبر خلينا نقول أبو الفلسفة، وهالحكي صحيح، ويحمل بنفس الوقت بعدا تجريديا ومسرحيا في حياة الإغريق، الهكي كمان صحيح، لأنه يعتبر مفتاح لكل الفلسفة أو مفتاح تاريخي لكل الفلسفة ومحنتها اللي لازمت الفلاسفة من أفلاطون حتى جون ديوي. لقد مثل سقراط فاتورة الفلسفة أو دفعها، ومنه ثمن قول الحق بتعبير كانت، يعني إنه هو دفع ثمن قول الحق مثل ما قال كانت، وهو الخط المنبثق عن روح الحقيقة الخالدة، بمعنى أنه هو اللي كان يمثل الثورة الفكرية الحقيقية اللي من بعدها بدأت المعارف كلها بالتوسع، ولكنه دفع الثمن، دفع ثمن الحق أو ثمن قول الحق. لذلك فينا نقول سقراط مثل بداية جديدة على مستوى قيادة الشك نحو نقاش صريح
ارتبط بالمعتقد المفروض هذا الحكي ما لكم فيه من رجال الدين، وإثبات بطلان أن تكون الآلهة تجسيد فكرة حاكم بشر. فهون فينا نقول إنه في ثورة عند سقراط ضد الآلهة اللي هي حاكمة للبشر، وأن جوهر الحقيقة والإصلاح الذي تحول إلى حالة فوضى إنما هو بسبب عدم أهلية النظام القائم سابقا، أو هذاك الوقت اللي هو نظام أثينا، مدينة أثينا اللي هي العاصمة، بحكم المجتمع، ومنه تعذر المقدرة الإبداعية على وضع قواعد لتنظيم السياسي والاجتماعي حسب القاعدة الشهيرة اللي خلينا نقول اللي كانت بهذاك الوقت بتعالج الواقع. مثل سقراط بموقفه وحادثة إعدامه لحظة ميلاد الفلسفة الحقيقية وتخليص وبداية التفكير في تخليص العقل من القوانين اللاشعورية اللي كانت تحكمه، واللي كانت عن طريق الدين، السلطة الدينية هي اللي كانت تحكم كل العقل البشري، كانت تحكم العقل البشري، وحتى النظام السياسي كمان كانت تحكمه السلطة الدينية، وكانت منغلقة على المعطى نفسه المعتقد به، وأنه عصر التأمل الذي يتفق وجوهر الفكر عند الإنسان في كل الكليات من اللاهوت إلى الميتافيزيقيا إلى الطبيعة، كانت كلياتها محكومة بالسلطة الدينية، كلها كانت محكومة بالسلطة الدينية. اللاهوت اللي هو الدين، الميتافيزيقا ما وراء الطبيعة اللي ما هو ما خلف الوجود، يعني حتى الأمور الطبيعية كانت محكومة بالسلطة الدينية. لذلك هو خط الفلسفة في الحقيقة بدأ بموضوع في السياسة والدين والاجتماع قبل الطبيعيات التي مثلت موضوعا مهما فيما بعد وكانت جزء من أجزاء الفلسفة، فكان أكثر اهتماماته هي السياسة والاجتماع والدين، وأيضا قبل الطبيعيات، بمعنى أنه كان في عنده شيء أهم من الطبيعة اللي كانت كل هيدي الأمور وثلث أو مثلت موضوع مهم في الفلسفة. بالنسبة لأفلاطون، أفلاطون عبر عن تجلي سقراط في الفلسفة. هلأ سقراط انقتل أو أعدم، وكان إعدامه بسبب محاولة قول الحق، ثورة على النظام السياسي في أثينا، الثورة على النظام الاجتماعي، الثورة على سلطة الدين، كلياتها كان في ثورة. هذا الإنسان حقيقة، هلأ أنا يعني دراستي بالأساس فلسفة ولكن فيما بعد رحت على السياسة، أنا بعرف شو عمل سقراط. سقراط كان ثورة حقيقية كرجل، كان ثورة حقيقية، ثورة معرفية. الثورة المعرفية كان هدفها القضاء على كل أشكال التسلط الديني على الحياة الاجتماعية، الحياة السياسية، الحياة الدينية، الحياة الاقتصادية، كلياتها كان سقراط عبارة عن ثورة في وجه كل هدول. ولكن لما انقتل انولدت بالفعل بذور الثورة الحقيقية واللي تجلت أول شيء بتلميذه أفلاطون. فأفلاطون هو عبارة عن تجلي سقراط في الفلسفة، وكانت نصوصه هي إجابات ضمنية تترجم تراجيديا الفلسفة، وهو ما يجسم أو ما ظهر في كتابه الأشهر تاريخيا، واللي بيمثل تصور شامل ومكتمل حول الدولة والسياسة والاجتماع البشري وآليات نظم الصلات والعلاقات الأساسية التي يجب التقيد فيها لتحقيق الجمهورية الفاضلة. كتابه المهم اللي عم نحكي فيه هو الجمهورية، تمام؟ ففي كتابه هاد حط تصور شامل حول الدولة والسياسة والاجتماع وآليات تنظيم الصلات والعلاقات الأساسية التي يجب التقيد فيها حتى نحقق الجمهورية الفاضلة. شو هي الجمهورية الفاضلة؟ هي الشكل الأمثل للاجتماع البشري، أو النموذج الراقي الذي يجب أن يتحقق من الاجتماع البشري. هاي الجمهورية برأيه رح تتخلص الإنسان من الشرور وحياة مقابل التنظيم، والانتقال من فجوة الفكر البدائي إلى الوصول إلى النضج والكمال والفضيلة. وفي سبيل تكريس هذه الصورة المثالية، قسم أفلاطون الجمهورية إلى عناصر تتركب منها يجب على الاجتماع البشري أن يتقيد بها كما هي. وهي الفرضيات هي كانت أبرز فرضيات دراسته على المستوى اللي هي فرضية أن نحقق العدالة والمساواة، والمساواة على صعيد الحق من حيث أنه حق طبيعي. فإذا من الحق الطبيعي للبشرية أن يتحقق العدالة والمساواة، لكن المشكلة وين؟ المشكلة بالطبقات اللي كان يحكي فيها، وهو الشرط المفروض على كل الطبقات بغض النظر عن علوها أو مسار الوظيفة التي تقوم بها، والتي تعتبر دور اجتماعي
خلق التوازن في البنية الطبقية، بمعنى العدالة والمساواة هي رأس الكمال والفضيلة، وهي الصورة المثالية اللي لازم إنه تتحقق. طيب لحتى تتحقق هي شلون؟ لازم يتقيد المجتمع البشري بالطبقات الموجودة، بالطبقات الموجودة، بمعنى النبلاء نبلاء، الحاكمين حاكمين، والعبيد عبيد. العدالة هي وين؟ والمساواة هي وين؟ إنه كل واحد يؤدي دوره، إنه كل واحد يؤدي دوره وإن كانت بعضها خدمة للطبقة الأعلى، هاي اللي إلى حد ما فيها شيء من الناحية السلبية عند أفلاطون، اللي هو قال من الطبيعة ومن الطبيعي ومن العدالة والمساواة أن يكون العبيد عبيد ويخدموا الطبقات الأعلى. فهيك بيقول إنه الشرط المفروض لكل الطبقات بغض النظر عن علوها ومسار الوظيفة المنتظرة من خلالها، والتي تقاس كدور اجتماعي، يعني دورك أنت كعبد، دورك تخدم، مهامتك تخدم، ولما بتأدي دورك شو بتعمل؟ تخلق توازن في البنية الطبقية. ويعتقد طبعا لهذا أن لهذا المعنى أن الطبقة العليا اللي هي الحكم والقيادة الرشيدة هي لازم تكون من اختصاص الفيلسوف. ليش؟ الفيلسوف يجمع كل مناحي المعرفة وكل مناحي الحكمة، ولديه الكاريزما والشخصية اللي بتقدر بالفعل أنه يحكم المجتمع. وهون إلى حد ما هو قدس شوي من الفلاسفة ومن اللي عندهم هالكم من المعرفة، وخلينا نقول إنه يعني هون بيرجع الحكم للفيلسوف. ليش؟ لأني من ضمن نطاق أطروحته أو نظريته في عالم الأفكار والتصورات. هلأ في عنده هو عالم مثالي، العالم المثالي موجود كله، عالم فكر وتصور أو أفكار وتصورات، عالم مثالي جدا. من أجدر أنه يكون موجود أو أنه يأخذ أو يعيش بهذا العالم المثالي الفيلسوف، بما أنه عنده كل هاي المزايا لابد أن يكون الحكم له. ليس فائزا من منطلق ذاتي، بل الاعتقاد أن الحاكم هو مفكر. ليش؟ يجب أن لديه القدرة على الإلمام بكلية الكيان والوجود الاجتماعي، وهي الخاصة ما هي موجودة عند غير الفيلسوف. فإذا من أهم، ممكن تجيكم أتمتة، من الذي جعل الحكم أو يفضل أن يكون الحكم للفيلسوف؟ أفلاطون. ليش؟ لأنه هو اللي عنده قدرة على الإلمام بكلية الكيان والوجود الاجتماعي، وهذا الشيء ما موجود عند غير الفيلسوف. فالمجتمع بعبارته الشهيرة التي مفادها أن المجتمع متكون من وحدة نظام متناسقة تناسق عضوي يقترب من جسم الإنسان من حيث شاكلته العضوية والفيزيولوجية. عم يقول أن المجتمع هو وحدة نظام فيها تناسق عضوي مثل الإنسان تماما، بنفس الترتيب العضوية الفيزيولوجية، وبذلك تكون الحياة الجندية هي القلب. شوفوا أن هو قسم المجتمع أو شبه المجتمع بالإنسان، فبيقول الجنود هي القلب، الجنود هن قلب الإنسان الذي يحمل قيم الشجاعة والدفاع عن الدولة، بينما البطل هي طبقة العمال والحرفيين اللي بهن بيشتغلوا لتوفير الغذاء والبناء وخدمة المرفق العام في المجتمع. فهي يعني خلينا نقول التشبيه هذا كان هو عبارة عن انطلاقه من مسلمات عقلية مثالية خالصة هامة، انه فكرة الإنسان او فكرة انه الإنسان اجتماعي وحيوان سياسي بطبعه. وهي إشارة عدم منطقية تنظيم هالمخلوق وفقا لتصور او لنظام تصور يعتليه الفيلسوف القادر فعلا من حيث ملكات تفكيره على استيعاب الجمع وقهر ذاتيته نحو سمو روح العدالة. هل هذا الكلام ايش معناته؟ معناته انه المسلمات اللي انطلق فيها بهذا التقسيم هي مسلمات عقلية مثالية، فجعل الإنسان كائن اجتماعي مثل ما هو حيوان سياسي بالطبع، فجعل الرأس للفيلسوف اللي هو قائد الجسم. هلأ الرأس هو قائد الجسم وهو الفيلسوف الحاكم بالنسبة للمجتمع، وجعل القلب الجنود أو طبقة الجنود اللي بتحمي المجتمع وبتتميز بالشجاعة والدفاع عن المجتمع، وجعل البطن محل الغرائز والشهوات جعل للعمال. هذا التقسيم هو من منطلق مثالي بحت، اللي هو إلى حد ما
يعني لربما كان في وقته مناسب، ولكن صار في تراكم رهيب وتطور رهيب للتفكير الاجتماعي، وبيظل تفكير أفلاطون عبارة عن مساهمة كبيرة في الحياة الاجتماعية أو الدراسات الاجتماعية في الحضارة الإغريقية. لحد هلأ في أي سؤال يا جماعة؟ نايس. أرسطو بقى، لاحظوا يا جماعة إن إحنا عم ندرس سلسلة، ها بلشنا بسقراط اللي هو أبو الفلسفة إلى حد ما، أو هو الرجل الثورة، وجينا على تلميذه أفلاطون اللي تجسدت كل أفكار سقراط تقريبا مع بعض التعديل والتطوير، والتطوير عنده نجي بعدين على التوب فيه اللي هو أرسطو. حد هلأ في أي سؤال؟ قولي على الشات إذا في شيء ما واضح. أوه، التفكير الاجتماعي عند المسلمين، نايس. في ميزة للتفكير الاجتماعي عند المسلمين راح نشوفها. إذا ما في سؤال بنكمل. يمكن القول أن تلميذ أفلاطون اللي هو أرسطو كان واقعي أكثر. على فكرة أكثر شيء بيعيب أفلاطون يا جماعة أنه كان مثالي جدا 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 جدا، ما بيرتبط بالواقع إلا فيما ندر. إجا تلميذه أخذ أفكاره، أخذ سعة الأفق من أستاذه، ولكن كان واقعي بعكسه تماما، بعكسه تماما. بمعنى أنا لما بدي أحل مشكلة أيا كانت هي المشكلة بنطلق من واقعه، من حقيقته كما هي، ما انه بحلها من وجهة نظر مثالية. اللي كان يعمل هيك أفلاطون. هلا على فكرة هلا نحن ما بدنا نعيب عليه طريقة تفكيره، ولكن هي تبقى إسهام. ولكن اللي بالفعل كان فيه له إسهامات واقعية ومفيدة كان أرسطو وليس أفلاطون. فإذا أفلاطون أو أرسطو عفوا كان أكثر واقعية وأكثر إيمان بحقيقة الواقع، وأنه سيكون من غير الممكن تخليص الإنسان من بطش الإنسان إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الواقع أو حقيقة الواقع. وهو حسب أرسطو في كتابه السياسي يقود إلى ضرورة الحرص على تحديد وظيفة الدولة. فإذا حسب كتابه في السياسي، كان عنده كتابه اسمه السياسي، هل الكتاب هذا حرص فيه على تحديد وظيفة الدولة وركز على عناصر القوة اللي فيها بحيث كيف يمكن أن نحقق الهدف باستغلال القوة الموجودة، والإنسان مدني بطبعه حسب أرسطو وأفلاطون كمان، أي أنه يميل بدوافع نزعته الفطرية نحو السياسة والانتظام أو الانتظام في حياته المتوازنة قدر الإمكان. لذلك يا جماعة ليش طبعا؟ لأنه من الصعب أن يكون يعيش بمفرده، مستحيل للإنسان أن يستطيع أن يعيش بمفرده لأنه لا يستطيع أن يشبع كل حاجاته بمفرده، وهي بديهية، تمام؟ لذلك من الصعب أن يعيش بمعزل عن ذلك الإطار المقترح والذي يتوجب بناءه خارج القانون وتحديد الوظيفة الأساسية التي تكون مهمة كل وحدة. بمعنى أنه لابد، بما أنه الإنسان مدني بطبعه، لابد أن يكون، أو عفوا لأني في عنده دوافع فطرية للعيش مع الآخرين، لابد له أن يميل نحو السياسة والانتظام في حياة متوازنة قدر الإمكان، لأنه لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن إطار المقترح، وبذلك يتوجب بناء هذا الأمر خارج القانون وتحديد وظيفة أساسية تكون مهمة لكل دور أو لكل طبقة أو لكل وحدة. لذلك يقول أرسطو أن جوهر قيام الدولة في ذلك الوقت هذا هو، باعتبار أن الأسرة بالتعبير الحالي هي الخلية الأولى أو الخلية الأيديولوجية الأولى للدولة. بمعنى أنه انطلاقا من الأسرة يمكن تكوين الدولة، أو هي الخلية الأولى الأيديولوجية للدولة، والتي من واجبها إحداث حالة تربية. يعني من عند ما يكون الإنسان طفل بين أمه وأبوه بالأسرة اللي هي الخلية الأيديولوجية الأولى، عفوا الأيديولوجية من البيولوجية، الخلية الأيديولوجية الأولى. إيش يعني الأيديولوجية؟ يعني الخلية اللي بتكون الأفكار
أو الخلية الأولى اللي بتكون الأفكار، فكل واحد مننا بيطبع بطباع أمه وأبوه، هي بديهي. فلذلك لازم تكون حالة التربية هي اللي بدها تحاول ترشد للحياة السياسية. يعني من وقت ما بيكون الطفل بين أمه وأبوه نحاول إنه نزرع فيه الأفكار اللي هي بتعبر عن الحياة السياسية الصحيحة والرشيدة. ويقول أرسطو إن التنظيمات الإمبراطورية التي خلت يعني مضت عجزت وستبقى عاجزة خلال التاريخ على تحقيق الحياة المدنية السياسية التي يطمح إليها الإنسان، وأن الحروب والمشكلات الاجتماعية ليست إلا ناتجا منطقيا لشو حالة قدرة فلسفة تنظيم الإمبراطوريات على قيادة الواقع. عم بيقول إنه الإمبراطوريات اللي راحت والتنظيمات اللي سبقت كانت عاجزة ورح تبقى عاجزة. ليش؟ لأني ما حققت الحياة المدنية الصحيحة اللي بتمنح إلى الإنسان. طيب ليش ما حققتها؟ وليش كل هالمشاكل والحروب اللي كانت موجودة؟ عم بيقول هي عبارة عن نتيجة منطقية، يعني بديهية ولازم تصير. بسبب شو؟ بسبب استحالة قدرة فلسفة التنظيم عند الإمبراطوريات السابقة على أن تقود الواقع الاجتماعي. تقوده شلون؟ تقوده بما يحقق له الغاية العامة المتمثلة أولاً في أمن المجتمع وتوفير أسباب بقائه بشكل متاح ومضمون. فعم يقول إنه الأسباب الحقيقية لعجز وفشل الحضارات السابقة والإمبراطوريات السابقة إنه ما كان عندها الفلسفة الحقيقية أو فلسفة القيادة الحقيقية اللي نظمت المجتمع أو اللي استطاعت قيادة المجتمع بحيث إنه تحقق الغاية الأكبر للإنسان اللي هي الأمان، أمان المجتمع. أمان المجتمع من ناحية وتوفير أسباب بقائه من ناحية ثانية، لذلك ظهرت كل المشكلات والحروب حسب تعبير أرسطو. بهالمعنى يمكن نقول أنه أرسطو على مستوى التفكير الاجتماعي والسياسي كان أكثر واقعي، وهالحكي صح، أكثر واقعية واستشرافية من سابقيه. ليش يا جماعة؟ إيش معنى استشرافية؟ يعني تحاول أن تتنبأ، تحاول أن تحدد أسباب الأزمات، أسباب المشكلات، أسباب الحروب، وبيحاول بنفس الوقت أن يضع طريقة لأنه نضمن وصول الإمبراطوريات إلى توفير الأمان وأسباب البقاء اللي حكى عنها، اللي كانت هي أسباب اندثار الإمبراطوريات وعجزها السابقة عن تحقيق الأمان أو تحقيق الغاية الكبرى. لذلك بيقول إنه يجب الاهتمام بالأسرة اللي هي الخلية الأيديولوجية الأولى. كلمة الخلية الأيديولوجية الأولى هي انطباع الأفكار الموجودة في الأسرة لدى الطفل، اللي فيما بعد رح يصبح إنسان راشد وواعي ولربما يساهم في الحياة السياسية. طيب معناتها أنا شو بعمل؟ بحاول بقدر الإمكان إنه هيدي الأسرة تعطي الطفل الأفكار السياسية الصحيحة والرشيدة بحيث إنه يكون مواطن جيد ويسعى أو يساهم في بناء مجتمعه وتحقيق الأهداف الأولى فيه اللي هي الأمن وتوفير أسباب البقاء. لذلك بالفعل كان أرسطو رغم أنه سبقه 2 عمالقة مثل سقراط وأفلاطون، إلا أنه هو لأنه كان واقعي وانطلق من الواقع استطاع بالفعل أنه يركز على الأسرة كالمكون الأيديولوجي الأول، وأيضا بنفس الوقت حاول أنه يرسم معالم التنظيم السياسي والطبقي للمجتمع والدولة. بمعنى رسم الطبقات، حدد الطبقات، عمل لهم شيء من التنظيم الاجتماعي والسياسي، والطبقي اللي هو أصلا قائم على توزيع الطبقات، ومن خلاله حاول أنه يحافظ على أمن المجتمع وتوفير أسباب بقائه. أي سؤال يا جماعة قبل ما ندخل بالتفكير الاجتماعي عند المسلمين؟ أو ما شاء الله وصلنا صفحة 45 من 105، مشروطنا ممتازة. بما أنه ما في أي سؤال، خلينا ناخذ هيك مدخل بسيط، introduction بسيطة عن التفكير الاجتماعي عند المسلمين. هلأ ما فينا نغفل أبدا يا جماعة دور المسلمين في التطور العلمي، حتى أنه أنا بذكر لكم شغلة،
ما بعرف إذا كان أكيد عندكم فكرة عنه وقريانين عنه، أو كلكم بتعرفوها، إنه فينا نعتبر إنه 80% من حضارة البشرية كاملة حاليا هي من أساسها عربي وإسلامي أو مسلمي إسلامي، خلينا نقول بقى هيك نحاول إنه يكون في شيء من العصبية، بس في عصبية للإسلام، هيدي حقيقة بالنسبة لي أنا كعبير، عندي عصبية رهيبة للإسلام. المسلمين كان لهم إسهامات كتير رهيبة بكل ميادين العلم، حتى أنه في مرة من المرات في أحد اللقاءات الصحفية مع مفكرين كبار عم يحكوا عن أصل الحضارة العلمية وكيف نشأت العلوم وكيف تطورت العلوم وإلى آخره. فأحد المفكرين الكبار جدا، طبعا ما بتذكر كتير الكتب أو المراجع التاريخية لأني بيعتبروا إنه فيه شيء من الإهانة للحضارة الغربية، لكن هذا الإنسان كان أو هذا المفكر كان صادق جدا مع نفسه ومع الآخرين، وقال نحن أقزام نجلس على أكتاف عمالقة، حرفيا قال نحن أقزام نجلس على أكتاف عمالقة. الطبيعي يا جماعة القزم اللي بيقعد على كتف عملاق إنه يظهر كتير وإنه يبين كتير، وحتى ممكن إنه نشوفه ما نشوف العملاق، هي بديهية. تشبيهه كان ذكي جدا، عبر عن ضخامة الإنسان أو ضخامة الحضارة اللي واقفة عليها الحضارة الغربية، وعبر عن قزامة وضآلة الحضارة الغربية اللي هي قائمة على أساس الحضارة الأساسية. فلما قال نحن أقزام نجلس على أكتاف عمالقة الكل حوالته انزهل، إنه شو قصدك بهذا الكلام؟ فقال له إذا كنا نحن الأقزام، واحد قال له يعني هيك حاول انه يفهم منه، اذا كنا نحن الاقزام مين هن العمالقه؟ قال له العمالقه هم العرب والمسلمين. فبديهي جدا يا جماعه انه اساس تطور اغلب العلوم، اغلبها ما بدي اقول كلها، اغلب العلوم اساس تطور اغلب العلوم هي الحضاره العربيه والاسلاميه، تمام؟ فمثل ما أغلب العلوم تطورت عند المسلمين وكبرت عند المسلمين، فمثله كمان التفكير الاجتماعي تطورت وكبرت عند المسلمين. وهون رح نحكي بحقيقة علمية، وهون على فكرة نحن ما بجانبنا الصواب أبدا في العلم، أبدا أبدا، لما منقول إنه أساس علم الاجتماع كان عند ابن خلدون. أول من تحدث بعلم الاجتماع كان ابن خلدون، أول من كان له دراسات اجتماعية حقيقة وصحيحة وإلى بداية وإلى إشكالية وإلى نهاية وإلى استعراض وإلى نتائج وإلى فوائد علمية كان ابن خلدون. ولكن يمكن ها ظلموا علم الاجتماع بأنه ما انتسب له الفضل في البداية، وانتسب لأوغست كونت بسبب أنه أوغست كونت جعل علم الاجتماع مستقل بعيد عن الفلسفة وجعل له منهج وموضوع مستقل. هيدي الحقيقة تنسب لأوغست كونت وما فينا نغفلها أبدا، ولكن اللي سبقه بأزمنة وبقرون لأوغست كونت كان ابن خلدون. لذلك بنقول يجب هنا أن ننتبه إلى قضية مهمة وجوهرية إذا أردنا أن نفهم إسهامات الفكر الإسلامي على مستوى تطوير الفكر الاجتماعي، هي فحص جوهر العلاقة بين الحضارة الإنسانية ودورها الكبير جدا في إعادة بث الروح الفلسفية أو فلسفة اليونان اللي انقطعت عبر مسارات قاهرة وعديمة ميزت حياة الإنسان الأوروبي في عصر الظلام. هذا الكلام معناته أنه أكثر من نقل الفلسفة اليونانية لكل العالم كانوا العرب. وعلى فكرة في مرحلة من مراحل اسمها عصر الترجمة، أو إذا في عندكم هيك قراءات علمية للحضارات العربية أو الحضارات الإسلامية، في الدولة الأموية ازدهرت كتير حركة الترجمة، وحتى أن المأمون والأمين وما بعدهم من خلفاء أمروا أمر أنه تترجم كل العلوم اليونانية وكل العلوم الغربية إلى اللغة العربية. فتخيلوا أنتم كم العلم الهائل اللي حدث نتيجة حادث أو نتيجة عمليات الترجمة. كان في موظفين، كان في فرق كاملة تشتغل بالترجمة حتى تنقل العلم والفكر اليوناني إلى اللغة العربية،
وهيدي هي الفترة يا جماعة، تخيلوا الرقي الرهيب في حركة العلم والازدهار الرهيب في الترجمة والعلم عن الفلسفة اليونانية. كان الأوروبي في عصر الظلام، يعني كانت الحياة الأوروبية يعني ما بيحكمها غير رجال الدين والكنيسة. والكنيسة أول أفكارها أو أول شيء كانت تعمل عليه بتقول أطفئ نور عقلك واعتقد. أنا ما عم عيب أبدا الدين المسيحي أبدا حاشا، وإنما إنه بهي الفترة بهي الفترة اللي كان فيها أوروبا بيحكمها رجال الدين والكنيسة، اللي كان آخر همها التطور العلمي والفكري، كانت الحضارة العربية والإسلامية في أوج التقدم والازدهار. إذا بدنا نعمل هيك مقارنة بسيطة إنه وين كانوا العرب والمسلمين ووين كانت أوروبا، فكان في فرق شاسع جدا 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 في هذا الأمر من ناحية العلم. لقد كان شوفوا للمسلمين منذ عهد هارون الرشيد دور كبير في إحياء روح تلك الفلسفة اللي هي اليونانية، مع تطوير بعض معانيها وتخليصها من مظاهر الزيف التي ارتبطت منطقيا بمسلمات إكسولوجية لتلك الفترة، وفي مقامات بحثية مهمة استطاعت الفلسفة الإسلامية، شوفوا يا جماعة، نقد الكثير من المصادرات، خاصة مع الغزالي وأبي الرشد والكندي والفارابي وغيرهم من الفلاسفة المسلمين اللي امتدوا على عقود من الزمن من القرن السابعة إلى القرن الـ14. يعني تخيلوا يا جماعة 7 قرون من الإنتاج الفكري، يعني مو بس ترجمة، لاحظوا شوي، في عنا إنه الفلسفة الإسلامية نقدت كثير من المصادر اللي إجت من الفلسفة اليونانية. هاي النقد أو هذا العمل كان على إيدين الغزالي وابن رشد والكندي والفارابي، وهن من أشهر فلاسفة المسلمين. فهاي الازدهار الرهيب امتد على 7 قرون من القرن السابع إلى القرن الـ14، وبعد سقوط الأندلس اللي هي كانت المرحلة الأخيرة من تسيد، شوف على الكلمة بأجملها يا جماعة، من تسيد، يعني فينا نقول من القرن الـ14 السيادة للحضارة الإسلامية راحت راحت. فإذا حتى القرن الـ14، من القرن السابع للقرن الـ14 كان في سيادة رهيبة للحضارة الإسلامية اللي كانت، شوفوا، سبب جوهري في انطلاقة الفكر الغربي. فهل السيادة الرهيبة أو هل الحضارة الرهيبة هي اللي انتهت من سقوط الأندلس كانت هي سبب انطلاق كل الإنجازات الرهيبة في أوروبا، وانتعاش وبعث روح عصر الأنوار؟ عصر الأنوار كان من بداية 15 تقريبا 16 قرن 16 إلى عهدنا الحالي. لذلك رح نتطرق لابن خلدون، وانا بصراحة ابن خلدون اذا بتحكي عنه انا بعشق ابن خلدون، هو بالايد خلدون. ابن خلدون يا جماعة رائد، عارف شو معنات رائد؟ رائد هو الانسان اللي بيقدم اشياء ما قدم عصره، واللي بيسبق عصره، واللي بيسبق اوانه، واللي عقله بيكون اكبر من انه يتحمله عقل بشري. إنتاجات ابن خلدون يا جماعة لهلأ تدرس في الجامعات الأوروبية، هو وابن رشد، هدول الاثنين العمالقة اللي ما بيجيب مثلهم الإسلام ولا المسلمين. ابن خلدون علامة فارقة بالفعل في كل الحياة الاجتماعية والعلوم الاجتماعية. هو أول من تحدث بكثير من الظواهر الرهيبة اجتماعيا، وأول من تحدث بالدولة. ما سبقه حدا، لا ممكن يكون في له في حدا سبقه بدراسة بعض السياسات، ولكن إنه أو التنظيمات السياسية أو الكيانات السياسية أو الأحزاب أو إلى آخرين، ولكن إنه حدا اتفرد بدراسة الدولة من ناحية النشأة والتطور والازدهار، ومن ثم السقوط وأسباب النشأة أسباب السقوط، ومن ناحية أيضا الحكام وشكل الحكام في الجيل الأول في الأجيال المتتالية. ما حدا سبق ابن خلدون بهاي الدراسات، لذلك بالفعل ابن خلدون علامة فارقة في تاريخ العلوم الاجتماعية، مثل ما أوغست كونت كمان علامة فارقة، وكارل ماركس كمان علامة فارقة، وهذا الشيء رح نشوفه فيما بعد.
إلا أن ابن خلدون العلامة الفارقة الحقيقية فيه أنه سبق الكل، سبق الكل بأنه اختص بدراسة المجتمعات البشرية وكيف تشكلت المجتمعات البشرية وأسباب تشكل المجتمعات البشرية وكيف تطورت المجتمعات البشرية. ما حدا سبق ابن خلدون بهذا الأمر، لذلك رح نضطر إن شاء الله في المحاضرة القادمة للحديث عن ابن خلدون بتفصيل، ونشوف إسهاماته الكبيرة اللي قدمها في علم الاجتماع. أنا بصراحة بعتقد إنه ما بيسع ابن خلدون محاضرة أو محاضرتين، لذلك شايفين لابد إنه يمتد ابن خلدون على عدة محاضرات حتى نعطيه حق. ما موجود عندكم في الكتاب حدا من العرب أو المسلمين الآخرين اللي اهتم بالدراسات الاجتماعية، ولكن يهمنا إنه نحكي عن أول من تحدث في الأمر، أو خلينا نقول بالدراسات الاجتماعية على مستوى الإسلام، واللي كانت بالفعل إسهاماته أكبر من إنه أحيط فيها بمحاضرة واحدة. أي سؤال يا جماعة؟ أنا جاهزة. لا، شحن اللابتوب. لا لا، مو وقتك. لا منيح، لسه في روح. أي يا جماعة، أي سؤال؟ أنا جاهزة. ممكن يتوقف اللينك أو الرابط في أي لحظة، لأني تقريبا ما بقي عنا وقت طويل. شكرا شكرا لك يا فاطمة، شكرا يا محمود، الله يعطيكم العافية، شكرا لحضوركم. بصراحة لكم صحيح، أعطوني أسماءكم الحضور. يلا بدي أحكي في الأمر، لأني اليوم أو مو اليوم ما عاد مناسبة أحكي بهذا الوقت، تأخر الوقت، بس بدي أكتب الأسماء الموجودين حرفيا. إنه محاضرة شد اليوم بالشهر يا جماعة، حتى حاضرة مدخل إلى علم الاجتماع 10/11 الحضور. أعطوني أسماءكم. محمود عبد الرحمن، هدوا شوي علي بس لأكتبها. محمود عبد الرحمن إبراهيم، محمد عبد الوهاب، خالد مكي، فاطمة، ما هيك؟ فاطمة عبد الله، تمام. مين كمان؟ Oh my God، الحضور 4 فقط؟ يا ربي قدرني اسمع. اوكي، انا بفهم انه في تعب في ارهاق، وبفهم انه انتوا اخذتوا قبلي محاضرتين، اي سي، بفهم هذا الامر، بس يا جماعه هذا نظام عملكم، نظام تعاملكم. فاطمه عبد الله، دخيل عينك يا فاطمه، معك استاذي انا من اول يوم ما غبت ولا محاضره، ما في منك، لك كل شيء عم يحضر، ما في لك، انتوا بحترمكم كلياتكم، اللي عم يحضر واللي ما عم يحضر. انا ما فيني انكر انه الانسان ظروفه، ويمكن طبيعة الحضور الافتراضي بجامعة الزيتونة يعني ميزة كتير كبيرة، وبتريح كتيرين وبتساعدهم إن يتابعوا تعليمهم، ولكن حد أدنى يحضر المحاضرة، لأني فرق كبير لما بتسمع المحاضرة من مدرسك أو مدرستك. أوكي، هي عم تشرح وهو عم يشرح وما عم يقصروا، ولكن لربما يخطر في بالك سؤال، لربما تريد إيضاح، لربما تريد شرح، لربما استاذك او انستك حابين انه تشارك، يعني تفتح باب المشاركه وتقدم انت افكارك، نقاشاتك الى اخره. هذا الامر كله مفيد، يعني ما بدنا منكم اكثر من شويه حضور يا جماعه، يعني اليوم حضور 4. اوكي طاهر، صح الاكتبه، رياض بعذر اسمه طاهر، حطيتها عشان ما نغفل، ما بحب اظلم حدا، ما بحب اظلم حدا. anyway، هذا الامر رح ناقشه انا مع عميد الكليه، مع رئاسه الجامعه، وبنشوف بلكي ان شاء الله بيلاقوا له حل، لاني ما يعني
كئيب، الحضور كئيب اليوم، كئيب عن جد. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، والله يعطيكم العافية، وشكرا لحضوركم. بأي لحظة راح ينتهي الرابط لأني انتهى الوقت تقريبا، وبتمنى أنه بالمحاضرات القادمة